وهلا وقتها مع خبيرة الاتيكيت كارمن حجار. صباح الخير كارمن، صباح الخير لوركا، كيفك صباح اليوم؟ الخير لإليك ولكل المشاهدين. نشكر الله. اهلا وسهلا تمام، فيكي. اليوم رح نكمل موضوعنا اللي بديناه الاسبوع السابق، كنا عم نحكي عن مزبوط. العزايم، العزايم صح؟ ولما بالضبط. نعزم ولما ننعزم وكل هيدي التفاصيل المعلقة باتيكيت العزايم. تفضلي. بالضبط، كنا عم نحكي هداك الأسبوع عن إذا نحن بدنا نعزم على المطاعم، بس هيك على السريع نلخص شو قلنا هديك المرة. لازم أنا إذا بدي أعزم على مطعم أعرف من هو المطعم، ما يكون مطعم جديد، لحتى أكون أكيد من السيرفيس ومن الأكل اللي عم بيتقدم ما يعني بيض وجهي قدام ضيوفي. الحجز مسبق لحتى أعرف كمان أي طاولة لازم أخذها، لأنه الطاولة الحلوة لضيوفي الحلوين هن أولى. إذا نعم. بحجز قبل بوقت أكيد بضمن لهم طاولات حلوة. طبعاً في انا لازم مفروض كعازمة على مطعم اني اوصل قبل بوقت، يعني العزيمة الساعة 9 انا اوصل 9 الا ربع لحتى اكد انه كل شيء مثل ما انا مخططة له. نعم. كمان مش غلط ابدا اذا كنت بمطعم لبناني وعم بعزم على اللبناني، يعني مزات وهيك، اني انا اطلب كل المزات قبل ما حتى ضيوفي يجوا ويكون الطلب يعني اوريدي معمول، مش اقعد اسال كل ضيف بضيفه شو بحب. هلا اذا كنت بكويزين انترناسيونال مش غلط كمان اني لعشر اشخاص اطلب انا السلاد ان انافانس، يحطوا سلادات وبعدين هو كل ضيف بنقي المين كورس لحاله. نعم. كمان كثير حلو التنسيق مع الويتريه، يعني انا كصاحب الدعوه مش بقول اني انا عازمه على مطعم وخلي يعني هيك سلم امري، لا، لازم علي اني انا اكون اكيد انه الوتريه عم بيلبوا، انه عم بيغيروا صحون، انه عم بيشيلوا المنافذ، انه عم بينزلوا الاكل، لازم تكون عيني 10 10 على الويتر كيف عم بيتصرف. نعم. هلا نحن كنا عم نحكي بخصوص الويتر، فينا نوضح هون اكثر. طبعا السلام، الشكرا، ولو سمحت، هدول شغله كثير مهمه، وطريقه الحكي لوركا مع الويتر بتفسر كثير انا شو شخصيتي. طبعا هذا الشيء كمان اكدناه بالحلقه اللي راحت كارمن، مزبوط، انه كيف بنحكي مزبوط معهم بلطافه، وحتى بنتولى نحن هذا المواضيع، ما بنخلي ضيوفنا هن يطلبوا الشغلات الا اذا اضطروا. مزبوط. يعني مزبوط. بس سؤال هون كارمن، لازم يكون عارفه قبل ضيوفي شو بحبوا، يعني اي نوع من الاكل بحبوا، شو الاشياء اللي ممنوع؟ مثلا في ناس ما بتاكل سمك، فما فيني اعزمها على مطعم مزبوط. سمك، فبدي نسق هذا الموضوع. مزبوط. ربما ايه مزبوط، مش غلط ابدا اني انا اذا عم بعزمك اسالك شو بتفضلي، بلكن انا عزمتك على مطعم سوشي وانت اصلا ما بتاكلي سوشي. كثير حلو اني انا كعزمي اعرف لوركا شو بتحب وشو ما بتحب. بس اذا كانوا كتار واذواق مختلفه شو الحل هون؟ بدي اجرب وفق، بدي اجرب وفق بين الكل، يعني مش معقول لوركا تكون موجوده وقاعده عم تتفرج علينا نحن عم ناكل، يعني لازم هون على صاحب الدعوه انه يوفي يرضي كل الاذواق بمطرح يكون للكل، بيقدم يعني اي نوع من الاكل. اي يقدم انترناشونال كوزين، ممكن يكون في بيتزا، ممكن يكون في همبرجر، ممكن يكون في شيء فيجيتيريان لكارمن اللي ما بتاكل لحمه مثلا، فينا نوفق بهيدا الشكل. طبعا نحن بالاجمال ان كنا معزومين او عازمين، مساعده الويتر وهيدي ممكن نعمل لها حلقه خاصه، منا مطلوبه منا، نحن ما بنساعد الويتر، يعني ما بنجمع له صحون وبنعطيه اياهم، ما بنزت له زباله الصحون بصحن واحد وبنعطيه اياهم، هو نحن بنرجع لورا بنعطيه العلم انه بليز بدنا نغير صحون، وهو بيتولى الامر من غير ما نحن تو انترفير، ما بنتدخل بشغل الويتر. نعم. لكن في اوقات كمان ملاحظه عم بلاحظها هلا كارمن، لان عجقه كثير بالمطاعم بتكون انه عم بيقصروا بالخدمه، يعني بتطلب الشغله بدها كثير وقت لتجي، بتطلبي فاتوره بدها ما بعرف، فهون كمان كيف بدك تتعاملي؟ اوقات بتعصبي الحقيقه، انه وينكم؟ شو القصه؟ ليه ما عم تهتموا؟ نحن هون بالفعل بدنا نتمالك اعصابنا وبدنا ناخذ ان كونسيدراسيون بعين الاعتبار انه هالمطعم، ولا اسباب طبعا المطاعم، ما عم بحكي عن المطاعم المرتبه، لوركا اللي عم نلاحظه ونحن كثير عم نظهر هلا بالايام على المطاعم، انه المطعم اللي بده 10 ويتر او 15 ويتر
للأسف عم بيكون في خمسة وستة وسوري على الكلمة عم بيهلكون بقى الويترية للتوفير للأسف. عم بيحاولوا يوفروا طبعا ايه عم بيحاولوا يوفروا حساب العاملين وحساب الناس اللي عم يجوا يدفعوا مع انه الفاتورة مش قليلة يعني ايه الويتر عم بيكون مستوي يعني عم بيكون كتير تعبين بقى نحنا معلي كجايين على المطعم ناخد هالشي بعين الاعتبار وما بدنا ننسى لور كأنه عم بيقبضون باللبناني وأصحاب المطاعم عم بيقبضوا بالدولار بس مش هيدا موضوعنا موضوعنا شي تاني خليني ركز على أنه معاملة الويتر والبخشيش للويتر شغلة كتير كتير أساسية وللأسف عم نسمع أنه أصحاب المطاعم عم تاخد البخشيش كمان ما بدي فوت بهيدا الموضوع أنا كضيفة أنا كعازمة لازم على طول يكون عيني على العالم مين عم بيأكل مين مش عم بيأكل مين عم بيتحدث مين مش عم بيتحدث وكأني عازمة ببيتي أنا صاحبة الدعوة مجبورة أعمل هيك نعم وليزم على حدا مزعوج بتحل المشكلة يعني أكيد حدا في شيء زعجه بالضبط ولازم نزل حلويات حتى لو أنا ما بأكل حلو عملي دايت إذا أنا صاحبة الدعوة عملي دايت مش يعني ما بنزل حلويات وقهوة ما خص الناس بالعكس لازم حمسهم مش لوركا بتاخدي ولا ما بتاخدي بتكون ولا بلاها لا هيدي الأسئلة ما بتنسأل من قبل واحد عايزي هلأ كضيوف طبعا لازم نوصل بالوقت المحدد ما منوصل قبل الموعد مش قبل أصحاب الدعوة ولا منوصل بعد نص ساعة عيب منكون عم ننطر الضيوف كلها نوصل على المطعم على الوقت على عكس عزايم البيوت فينا نتأخر وقايلينا عدة مرات طبعا ما في لزوم كضيوف يجوا حاملين هدايا على المطعم أبدا أنا معزومة على مطعم ما بياخد هدية معي بس ليه بالبيوت فينا نتأخر كارمن ما عرفتها هي أنا بالبيوت في نحن سميناها لو ان كاردور دو بوليتيس نتاخر شوي لنعطي مجال لصاحب الدعوه او صاحبه الدعوه تظبط حالها اخر تكه تظبط الطاوله ايه بس ما نتاخر لدرجه انه يحطوا الاكل ونجي نلاقيهم لا لا نحن عم نقول بتعرف اللبنانيين بفهمونا يعني غلط اوقات ايه ربع ساعه لثلث ساعه ماكسيموم عن الموعد المحدد هيك هدول اخر ربع ساعه هيك الست البيت بتكون عم تظبط حالها تضبط طاولتها تستقبل تشوفها لهيك مسموح انه نتاخر هلا على المطاعم ما منجيب هدايا الا اذا كان عيد ميلاد لوركا انا معزومه على عيد ميلاد لوركا ساعتها باخذ هديه على المطعم بس عزمتني لوركا على الغداء او على العشاء ما باخذ هديه ابدا على عكس البيوت مثل ما قلنا بالبيوت دائما على طول بناخذ هدايا طبعا الضيف اذا كان عنده شواء انه ينقي ما بينقي اغلى طبق بالمنيو هيدا شغلة كتير سئيلة وكتير أوقات الضيوف بيعملوها إنه أغلى طبق سمك أغلى طبق لحمة لا نحن مش جايين لحتى نمرك على صاحب الدعوة أبدا هيدا شيء كتير عيب بالعكس أنا بسألك لوركا بقلك أنت بتعرف المطعم شو أطيب شيء بتقولي لي أنت يا برجر يا البيتزا أطيب شيء أنت حددتي لي سقف ساعتها أنا هون مش بفز على الكركن مش بفز على السمك او الستيك او اللحمه خلص حلو قلتيلي برجر هيدي ملاحظه كثير مهمه كارمن شكرا عليها لانه ايه؟ اوقات بتصير هيدي الشغله بس اوقات بتكون بدون قصد بس لازم الواحد ينتبه لهيدا الموضوع بالفعل انت هون بتكوني حددتيلي السقف وانا ساعتها بطلب برجر بيتزا اند بيلو ذات مش ابف البادجت تبعك هيدا هالشيء بيسري على الاكل وبيسري على المشروبات يعني كمان مش نقي حتى لو لوركا قالت لي بليز نقي شو بدي مش انا بروح للاغلى ولازم دائما اخذ الليد يعني اخذ الاشاره من صاحب الدعوه يجوز انت تقولي لي الكركند هون كثير طيب ساعتها انا بعرف حالي فيه اطلب كركند فيه اطلب ستيك فيه المجال مفتوح قدام اوكي هلا شغله كثير كثير مهمه على ال القعدة القعدة طبعا لازم تشوف يقعدوا على حسب ما أصحاب الدعوة بيقعدوا وعادة أصحاب الدعوة على طاولة طويلة لازم تقعد صاحب الدعوة وصاحبة الدعوة بوجه بعضهم بالطاولة الطاولة المستطيلة يكون على يمينهم العالم على يمينهم وعلى شمالهم الضيوف لازم نقعد بالنص وإذا كان في طاولتين الست صاحبة الدعوة بتقعد على طاولة وصاحب الدعوة اللي بيقعد على طاولة تاني كتير مهم كمان بقلب لا. المطعم لأنه نحن بالمطاعم إنه إذا أنا كانت
ان كنت ضيف او ان كنت صاحب دعوه، لقيت انه الويتر ما جاب لي اللحمه مشويه مش ولدان مثل ما انا بدي، او لقيت الله لا يقدر شيء بقلب الصحن باشاره، والويتر بيفهم وميله من بعيد، اتبسم له ارفع اصبعي ودل على الصحن، هو بيفهم. يا بقول له اللحمه بليز انا بدي اياها اكثر مستويه مثلا ولدان ممكن، وبيرد حتى لو كنت ضيفي اي كان دو ذات ما في مشكله. اما اذا لقيت شعره او شيء بقلب الصحن كمان بميله كضيفه او كصاحب الدعوه، بميله ولا ما اعمل سين قدام الكل، ما بدي اعمل يي شعر بالاكل يي يا الله ما بعرف قرفت، لا بميله هو بغير الصحن. على عكس يعني فيني كضيفي اعترض على الاكل وفي شيء ما عجبني طبعاً او مش طيب مثلا ولا عيب؟ طبعا 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 طبعا، على عكس بالمطعم فيي اعترض، على عكس بالبيوت اذا انا قدمت لك صحن والله لا يقدر فيه شعره او اللحمه منا مستويه منيح، بتلعبي هيك بالاكل شوي وما بتقلي لي شيء ابدا اطلاقا انا كصاحب الدعوه بالبيت، بينما بالمطعم الي حق اني اعترض. اوكي نعم. هلا كمان الليفت اوفر، انا كصاحب الدعوه ممكن اذا بقي من جات المشاوي وبقي من المعجنات وبقي كثير اكل فيي مش غلط، وبليز يا ريت نعملها ونعتمدها هيدي الشغله، مش بقية صحون بقية جطات التقديم، اني انا اطلب من الويتر انه يحط لي اياهم بعلب، ممكن نعطيهم، هو المطعم المرتب حكما بده يزتهم، يعني نو واي يرجع يقدمهم لناس ثانيه. فالافضل انك تاخذيهم حرام ينزتوا. بس الداعي اللي عم يعمل هيك صح؟ المدعو ما بيقدر يعمل هيك. المدعو ما بيقدر اكزاكتلي، المدعو ما بيقدر يعمل هيك، عيب. ممكن اذا كنا كثير قراب تلفتي لي نظري تقولي لي كارمن حرام في شحادين برا كثير بقي اكل يا ريت تعبي يا ريت تبعتي لهم لالهم، ممكن بس كضيوف ما بنعملها هيدي الشغله. ممكن تلفتي لي اذا كنا مقربين، بس كثير حلو انه ناخذهم، ممكن نحن ناكلهم، ممكن نعطيهم لحدا عطر. اكيد حرام ينكب الاكل باي طريقه اذا حدا بيقدر يستفيد يعني منه. اكيد اكيد. كمان شغلة أخيرة هيدا هيك حبة أولى، الجزدين إذا نحن معزومين على المطعم جزدين، ودايما دايما هيدا منكررها إن كنا أصحاب دعوة أو كنا ضيوف، جزدين مفتاح العوانات سلولار أوقات بينحط أوقات ما بينحطوا أبدا على الطاولة. أبدا على الطاولة أبدا، لازم نحطهم على الكرسي ورانا على جنبنا، نطلب علقات في الهوك كمان اللي بنعمله. هي هيدي شغله على فكره دائما مزعجه، يعني وين ما رحنا في شيء بدنا نتعركش فيه اللي هو الغراب تبعنا، المفتاح والساك وال كثير واليونات وخاصه بيزعجوا بيزعجوا الحقيقه. بالمطعم اللبناني يعني بيبقى صحن الميزه بين كل صحن ميزه وصحن ميزه في صحن جزئين ميزة. لصبيه في جزئين لصبيه ما بيجوز هيدا الشيء، حتى والكراسي ما لهم مطرح تحطي عليه الشغله يعني ما بتتعلق. فمضطرة تحطيه على الأرض ما فيكي، على جنبك ما فيكي، منحطهم على حرجنا مش غلط. وكمان هون بدنا نقول شغلة، دايما دايما بالمطعم إذا كنا نحن جروب رايحين ما حدا بيبلش قبل حدا الأكل، لازم ننطر للكل يكون تغذية. هلأ في كتير أوقات أنا مأخر صحني ليجي، تأخر الويتر ليعطيني، ممكن أنا ساعتها أقول للبقية بليز بلشوا بلاقي ما حدا ينطرني لما يسقع الصحن، هيك بكون مزوقة أنا إذا عملت هيدي الشغلة. بس بالإجمال لازم كلنا ننطر خاصة المين كورس لحتى كلنا ناكل سوا. نعم. هيدول هن بالإجمال القصص اللي أوقات مرة نحن طالبين بمطعم في وحدة من صديقاتنا تأخر الصحن تبعها، الكل أكل وصحنا ما إجا لأنه ستيك، وستيك بياخد وقت أظن، مزبوط. فصار في مشكلة على فكرة على الموضوع وانسحب، يعني ما بقى بدنا إياه. فانا وقت ذكرت كارمن قلت شو التصرف اللي هون، انه لازم نسحبه وقت وصل انه خلص هي ما بقى بدها تاكل يعني. كمان المطاعم بغلطوا بهيدا المطرح، او مثلا بتطلبي شاي، افترضي على ترويقه بتطلبي شاي ومع اشياء، بجيبوا لك الشاي وبعدين بجيبوا لك الترويقه، تبرد تشربي يعني ما بينسقوا الاشياء، ما بعرف ليش بحاولوا كانوا يخلصوا بس الطلبيه. بلكن قلة الدراية وقلة التمرين، بدنا نذكر شغله، نحن الويتر لازم له تمرين على طول، وهذا الشيء نحن بنعمله كاتيكيت كوتش. طبعا هو التكنيكاليتي معلمها بالفندقيه او بيعرف اوريدي، بس لازم التمرين المانجر تبع المطعم يمره،
ونحن انا كضيفه كجاي زبوني على المطعم مش غلط اني اقول له بليز نزل لي الشاي مع الاكل، مش تنزله كله سوا، بتقولي له ما بنتبه الاكل كله سوا. اي يعني انا اكد عليه على انه اي على انه ينزلوا اثنيناتهم سوا. للاسف للاسف بسبب هالعجقات الكتيره، يعني نحن انا مش من مده كنا بمطعم مشهور ببيروت وفي كتير ويتريه على عكس ما كنا متوقعين، بس يا حرام يا حرام فيتين ببعض، يعني كتير فيتين ببعض. ما يعني الاداره لازم تلاقي طريقه، مش بالعكس يعني مش الضيف بالعكس. مش الضيف الزبون هو اللي بده يدبر حاله، الاداره اللي عم تاخذ حقها كليا يعني بدها تلاقي طريقه لتحل هذا الموضوع، بدها تخفف حجوزات، بدها تزيد ما بعرف يعني بدها تعمل شيء، لان عن جد هذا الشيء كثير مزعج عم بيكون. في اداره وفي تدريب وفي تقسيم للويتر، بيتقسم الويتر، صرنا بدنا نطلب الاكل والفاتوره بنفس الوقت، لانه بتكوني خالصه اكل بتكوني وصلت الفاتوره قد ما هالقد عم تاخذ وقت، واذا الواحد مستعجل. على كل حال كارمن موضوع كثير حلو ومفيد للناس اللي عم بيعيشوا هذه الفتره بلبنان. بدي اقول شغله، كل هدول القصص وقصص اكثر ممكن نلاقيها بكتاب اداب المائده نصيحه بصفحه مع كارمن الحجار. اكيد كمان بننصح الناس تشوفوا اللي بيهتموا بهيك مواضيع. وشكرا جزيلا كارمن.